يا شريك معك شي 5 ليرات؟ 5؟ ليش؟ شو اروح اكل فيها ولو جوعان الصبح ما لي اكل؟ اوف ليش ما اكلت؟ لك يا زلمة تقتلنا انا وابوي اليوم الصبح ما في مصاري يا زلمة من قلة المصاري تقتلنا انا وياه طلعت من البيت وانا مزوج وما اكلت ولا لقمة. ايه ما بعرف شو جا عليك انت ما عاد تشتغل؟ اشتغل لإلك شغلة. ايش بدي اشتغل يا محمد؟ ما دورت على كل شيء يا زلمة. ايش بدي ادور؟ سيك هي 5. روح جيب شو بدك تقول؟ عند ورانا بالثلاثة بطاطا بيض. ماشي يلا جايك انا. ماشي. ما ترك جواله هون ابو عبد اقول له رد عليه ممكن في شيء مهم. يا عمو راح يشتري سندويشة لحاله. ايه لا هلا بيجي. شو؟ ايوه ماشي بخبره. ماشي عم تكبر. سلامة. الحمد لله رب العالمين. صحتين اكلت؟ ايه والله اكلت. وين تليفوني؟ صحتين وهنا. حدا دق لي شيء؟ اه حدا دق لي شيء؟ ابوك انا بسأل عليك. ايوه ليك احمد انا بدي امن عليك المحل. تعرف انا ما بسرح محله. عندي مشوار بدي اقضيه. ايه بخلص المشوار برجع لك. ايش هذا؟ امانتك هالمحل. انا بعرفك انت يا اخوي فداك يا زلمه. دير بالك بالمحل. ماشي انا عندي مشوار بسيط. يلا بدك شيء؟ سلامتك. يلا صاير. شوف يا ابي خير. شوف يا ابي شوف يا اختي شو صاير معك خير. ابي خبرني شو صاير. شوفي قلي. والله يا ابني من امبارح انا عم بدق لك وانت ما عم بترد. هلا جاي عم تسالني شوفي عم تتصل لي ايه؟ ايه الك. امبارح اختك صفره طبت على الارض لا من دمها ولا من كمها ما بعرف شو صار لها وانا ما بحسن اعمل شيء. دقيت مسكت التليفون دقيت لك ما رديت علي. فجاه رد علي رفيقك خبرته انه اختك بالارض وبدها مشفى. فخمس دقائق الله يجزيه الخير والله يعطيه الف عافيه ما شفت 5 دقائق دق الباب فات اخذ اختك راحوا اخذناها على المستشفى. رحنا على المستشفى وعلى جوا هو تكلف كل مصاريف المشفى وجبنا الدواء وجبناها لهون ووكلها الدكتور يروح يجي يشق عليها اذا صار لها شيء. رفيقك ساعدنا بكل هالشيء هو دفع كل التكاليف. يوم جيت قلت له شفت عمري ما رضي ياخذ ولا فرنك دار ظهره ومشي وقال لي شو ما بتحتاج انا معك. ايه رفيقك ما ادري يمكن اسمه محمد. محمد؟ ايه الله يجزي الخير الله يوفقه ويرزقه وينور دربه يا رب. طيب كيف هلا هي منيحه؟ ايه الحمد لله مشي حالها هلا. الدكتور كل يومين بيجي بشق عليها بشوفها. طيب ماشي ابي راجع. وين رايح انت كمان؟ راجع جايك ابي جايك. لك اختك مريضة. حسبي الله الله يهديك ويصلحك. يا ريت لو عندي ولد مثل محمد يا رب تصير مثله يا اخي. حسبي الله نعم. الله يخلي لي اياك يا بنتي الله يحمي لي اياك. تفضل لو فنيت. عود
خير خير جاييني من وقت كثير ولا مالك بالعادة؟ والله محمد ما بعرف شو بدي احكي لك. لا تحكي لي ولا احكي لك، شو بتشرب؟ والله بدي زي سلامتك. خير مالك على بعضك ليش؟ والله يا محمد انا بدي اعترف لك بشيء، بس مشان الله بدي اياك تسامحني. وعدني ما تزعل مني. لا يا ابو حميد لا، بزعل منك ها؟ انت اخوي. صرنا عشرة عمر مع بعض، هلا بدي ازعل منك؟ احكي احكي. احكي لشوف. والله يا محمد امبارح انا خربت امانتك. انت وسخت فيني. وحطيت كل ثقتك فيني. وانا خنتك وغدرتك. سامحني يا محمد. سامحني. شو عم تحكي انت؟ بشو غدرتني؟ بشو خنتني؟ بشو؟ فهمني، اشرح لي، شو في؟ وضح لي اكثر، ما فهمت. لك يا محمد انا امبارح سرقت منك. فتحت الغلة وسرقت منها 100 ليرة. سامحني يا محمد سامحني. الشيطان لعب بعقلي يا محمد. والله ما كان قصدك. سامحني. ليش عم تضحك؟ عم اقول لك انا سرقتك وانت عم تضحك؟ لانه بعرف. بعرف انك سرقت فيني. انا اخر الليل جيت فتحت الغلة وشفت ناقص 100 ليرة. وكنت عارفان انه انت بعد ما شفتك على الكاميرات، بس انا عرفت لك اياها لانه هلا وقتها ولازمك، لانه اهلك كانوا بحاجتك ورحت شفت اختك مريضه وساعدتها اخذتهم على المشفى، وانا قلت هي ال 100 ليره خليها له ومسامح فيها دنيا واخره، لانه اكيد رح يحتاجها بالبيت واكيد رح تحتاج دواء اكل وشرب، فانا عرفت لك هال 100 ليره حتى تتصرف فيها انت واهلك. شو؟ عن جد يا محمد قديش شفت رفقه بس مثلك صديق كفو ما عد علي. لا يا احمد بزعل منك ها، انا مو صديق انا اخوك. والله العظيم يا محمد انا بتشكرك من كل قلبي. لا شكرا والله لولاك ما كنت عرفت شو بدي اعمل. لا تاكل همك يا اخوي، اختك مثل ما هي اختك اختي، ابوك مثل ما هو ابوك ابوي. وهي الوقفه اللي وقفتها معي رح تكون دين برقبتي ليوم الدين. مع كل الأحوال أنا هلأ بستأذن منك، بدي أقوم أروح أشوف أختي وأبوي لأنه تركتهم فجأة، قلت لهم شوي وبرجع لك. يلا أنا بدي أمشي. لا لا تمشي، ماشيين سوا، أهلك أهلي هن. ثواني بس أقوم ألبس لبسي ونطلع مع بعض، ماشي؟ يا هذا هو المعنى الحقيقي للصديق في وقت الضيق، يعني لما بتحتاج صديقك وقت الحاجة يكون واقف جنبك، مو والله بس على الحلوة يكون معك وعلى المرة يتركك. تاغلى هذا الصديق اللي تذكرته بهذا الفيديو وقول له تعال شوف حالك يا حبيبي. تحياتي لكم اخواتي، لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتشاركوا الفيديو مع اصدقائكم. تحياتي لكم، السلام عليكم.